الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ ما لندا إما قال عندنا هوري ما لندا تنقل قبر ما كهون دين ما كان. تقول الإسلام ديني. إن يقول دين الإسلام دين أن كان. يقول لك هل أنت مسلم؟ لا نعم إن أن قاجل له. تقول نعم أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ إن هي منكم يجل له. جون نقول دين أنا إسلام. الإسلام لابد فيه في تعريف الإسلام من أشياء ثلاثة. تقول هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تسلم لله، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية أسماء الصفات. جون عندك الإسلام نون نبي نؤمن بيجي منافير الإسلام نؤمن بيجي تاتي أرن نونك جب لنا قول الله سبحانه وتعالى نون التوحيد تاتي إفئر نون وان من كانكو قوتو انتابرو كانكو قوتو هندي الدول كانكو ووداني إلا مؤيك جمعي صفاتي تمودي. نعم، والانقياد له بالطاعة. مسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. لا يمكن أن تأتي لمسلم تقول له صلي يقول لا أصلي. مسلم لابد تصلي. وأنت وندت إنك مجيب لي كتوم هن ميوت كبي أوتي قونغ إنتم ويانك نانو الله سبحانه وتعالى يمي روجل ستاوني أوتي كناما كوا جولة كبي جولة كبي قول لي ترانو جولة ستاوني أوتي جولة هراي ونا وجولة. والبراءة من الشرك وأهله. المسلم لابد يبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح ويتميز عن المشركين. كونون قد استعوني في إيجوني جبنا لك الله سبحانه وتعالى أدفتي كمو هنكو بيتون جلوم وقتو إمورد الشرك وقبين فيو إمورد ترمكورين كونغول ماكون إبرنا ماكونين فو وقتو يمب الشرك وقبين. الدين مراتب ثلاثة. الدين درجات ثلاثة. ديننا نمري درجات تاتي. المرتبة الأولى الإسلام. معنى درجة رنوم ونهون إسلام ونجيب لغول. المرتبة الثانية أعلى من الإسلام الإيمان. معنى المرتبة إمو أنه بلتوري جيب لغول ونجوم إنغول. المرتبة الثالثة الإحسان. معنى مرتبة تموهون ونمو إنغول. أركان الإسلام خمسة. معنى توقع الإسلام لنكول جوي. أركان الإيمان ستة. معنى توقع لنجوم إنغول كول جيغو. الإحسان ركن واحد. معنى مو إنغول نمو توقع لغوطل. إذن هذا هو الإسلام ومراتب الدين الثلاثة والله أعلم. تقولوا وني منا تقال الإسلام، تقولوا وني درجات الإسلام انتهت نوفو.